السلام عليكم يا عم منى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جبت لك قرار المستشفى. ايه طمني. انا بغشك لو طمنتك يا درويش. ليه كده بس؟ انا قاعد بتسددها في وشي كده ليه؟ مش القصد، بس المستشفى ليها نظام صعب قوي يا اخي. طقم امن 30 نفر وزياده، كاميرات مراقبه، حتى الزياره بالثانيه، واللي يخش لازم يسيب بطاقته مع الامن. خي على كده، خي على كده. طب ما ينفعش اخش على اني دكتور؟ فكرت فيها، ما فاتتنيش. اكتشفت ان الدكاتره والممرضين لازم عشان يخشوا معاهم كروت خاصه كده، عامله زي بتاعه المترو. يحطوها لمؤاخذه في حته، ينفذوا بقى من البوابات اللي تعديهم على الحتت الحساسه، اللي هي زي الطوارئ، العمليات، الرعايه المركزه. طب وبعدين يا ماهر؟ وبعدين؟ اكيد لازم يبقى في حل، لازم يبقى في حل يا ماهر. شوف انا لازم اقابل الوزيره دي باي طريقه، ماهر لازم اقابلها. كنت عارف انك عينة دي ومش هتفوتها. شوف، موضوع دخولك المستشفى ده مش هينجدنا منه غير الفرس الطائر. الفرس الايه؟ الطائر. غزال الوديان، ساحرة الصحراء، سيدة المهام المستحيلة، نرجس الرمش. هلو حضرتك دكتور هنا اهوت؟ انا اهوت؟ انا دكتور هنا اهوت. حلو قوي. وايه اللي حلو؟ انت اللي حلو. لا يا ستي، الله مالك؟ ايه قلبي وجعني، عايزك تكشف عليا كشف مسخره. الله، ايه يا ست المسخره دي؟ الله ما تحترمي نفسك. لا ده انا محترمه قوي. الحقوني يا ناس، انتوا فين يا بتوع التحرش الجماعي يا استاذه ريهام؟ الله، في ايه يا ست؟ الله وانا جيت جنبك. اللي حصل؟ عامل نفسه دكتور وقال ايه عايز يكشف عليا في الشارع. قله الادب دي. اقسم بالله ما عملت حاجه. دلوقتي ما عملتش حاجه، ومن شويه تقولي ما حدش هيغدني وان الرجاله خلصوا من البلد. ده انت كده عايز تتربى. ايوه اضربوه وربوه. ايوه اوعى. ده حقي؟ ده حقي. سادة اللي سماكي سيدة الأقمار السوداء. أها، بكمية دخول المستشفى والكارت كمان اللي بتخش بيه بوابة غرفة الإنعاش وقالي شعار المستشفى. يعني أنت مبسوط كده مني يا بحترم؟ والله ما عارف أشكرك قد إيه يا ست نرجس، بس أنا عندي سؤال واحد من غير مؤاخذة يعني. اتفضل. يعني هو أنت تخصص نشل؟ ولا جمع الدول قديم ولا ايه يعني؟ بص يا معلم، خفه اليد ما تطلعش غير مع الذئب البشري المفترس. يا عيني. لكن الذئب المستانس بيدفع من غير مشاكل. يا سيدي يا سيدي. كده كرنيهك معاك. والبلطو جاهز. لو عاوزنا نركب لك سماعه كمان نركب لك. قلت ايه؟ استنى بس، استنى بس شويه. ايه ده؟ ايه؟ انا هخش بالكارت ده ازاي؟ ايه ما دفعتش الاشتراك؟ ايه هنا؟ ايه يا ماهر؟ انت مزنوق ولا ايه؟ لا لا. عايز فك؟ لا. امال ايه بس اللي انت كمان؟ بقول لك اخش بيه ازاي ده؟ ماله؟ في صوره عليه، صوره. اوبا اوبا. اخبار التاتش ايه؟ تسلمي لي يا روح عمي. ممكن يا عمو لو سمحت ترسم لي فيلم بزلومة على وشي؟ يا دين النبي. انت فين يا راجل؟ والله ليك وحشة. ايوة انا يا راجل عجوز. انا مش مصدق نفسي. انت فلتت ازاي؟ لا انا ما فلتتش، بس الخدمة اللي انا جاي لك فيها هي اللي هتفلتني. يبقى الموضوع عاوز قعدة. عايز قعدة. مساء الخير. مساء الخير. خير يا فندم، ما تقلقيش. انا جاي اقول لحضرتك انه حاله معالي الوزير الحمد لله استقرت بشكل كبير. دكتور ايهاب هو اللي لحق طنط الصبح لما حصلت الازمه. يا سلام، ربنا يحميك يا ابني. والله انت عارف حضرتك يا دكتور ان اصعب مرحله بتمر بيها الدكتوره ناديه دلوقتي هي المرحله اللي هي فيها حاليا، ولو ما فيش متابعه دقيقه ليها هتمر بازمات وتخش في صدمات من غير سابق انذار. والحقيقة يا دكتور هو ده السبب اللي خلاني اجي دلوقتي. اللي حصل لها النهارده الفجر ده
مش مضاعفات طبيعيه لحالتها. يعني ايه؟ انا في الاول تصورت انه الكيس هتكون هبوط مفاجئ في الدوره الدمويه، فديت لها حقنه اتروبين مع الكتريك شوك، لكن لما ما لقيتش اي استجابه ما كانش قدامي غير ان اخد الريسك واديها حقنه اتروبين تانية. طيب وهو الاتروبين ده ليه تاثير خطير على القلب؟ هو المفروض ان الاتروبين ده بيتاخد لما يحصل خمول في عضله القلب، بيعمل لها تنشيط. الحقيقه يا فندم حضرتك عارف اكيد انه حقنه اتروبين واحده بتبقى كفايه علشان نلحق الهبوط العادي، وبما انها ما استجابتش غير بعد الحقنه الثانيه فده معناه انها كانت تحت تاثير مصل الريلاكسنت زي الفلاكسيديل مثلا. بس انا شايف انه في حاله الدكتوره ناديه ما كانش ينفع ابدا انها تاخد بسط للعضلات. طبعا، وعشان كده انا شكيت. انا اخدت عينه دم من معاليها النهارده الصبح وحللتها. طيب ونتيجه التحليل طلعت ايه؟ للاسف شكي كان في محله، كان في اثر لجرعه كبيره من الفلاكسيديل. ايه التهريج ده؟ يعني ايه في مستشفى كبيره زي دي يحصل الاهمال ده؟ يعني ايه تدوها دواء غلط؟ المشكله ان الموضوع ما فيهوش اي اهمال مننا، اي مريض بياخد اي دواء هنا بيتسجل في الشيت بتاعته بالجرعه وبالمواعيد. الجرعه دي ما حدش يعرف عنها اي حاجه ومش متسجله في اي حته، وده معناه انها متاخده عن عمد. يعني حضرتك تقصد ان ايوه يا فندم، اللي حصل ده كان محاوله اغتيال. اغتيال؟ ايه قلت يا تاتش؟ من حيث المبدأ أنا عناية ليك، هو صحيح جرنيها فرنجي بس بعوني لا ما ياخدش في إيديا ساعتين ثلاثة. ربنا يبارك لنا في صوابعك يا تاتش. يعني نستلموه على الفجر كده؟ من حيث النظرية ممكن، لكن من حيث التطبيق في مشكلة. مشكلة يا تاتش؟ العدة بتاعت الشغل متحرزة. متحرزة؟ أنا اللي فاهمه إن الحكومة شايلة عينها عنك يجي أكتر من 10 سنين. ما هي مش الحكومة اللي محرزاها. أمال مين؟ اللانيا اللي من الحكومة، مراتي. ثانية واحدة، ثانية واحدة. أنت يا دكتور عايز تفهمني إن اللي حقن الوزيرة حقنها من فلاكسيديل عشان يجي لها هبوط في الدورة الدموية فتموت، صح؟ صح، وده مش مجرد استنتاج، أنا فعلاً عملت لها تحاليل وتأكدت. طب وليه اللي حقنها ما حقنهاش بسم صريح؟ سيانيد مثلاً؟ كانت ممكن تموت في ظرف 5 ثواني، ليه عايز يحقنها بحاجه ممكن تتلحق؟ مش عارف، بس اعتقد انه كان فاكر ان انا ممكن ما نلحقهاش. مش عارف، انت مش عارف. اي سم صريح بيبقى ليه اعراض جانبيه، لكن اللي عملها كان عايز يبين انها ماتت موتة ربنا ما اتقتلتش. عارف ده معناه ايه؟ ايه؟ ان اللي عملها هنا في المستشفى، لانه لو كان من بره المستشفى كان زمانه حقنها وطار وحلني بقى لحد ما يعرف يجيبه. شفت كل التفرغه بتاع كل الكاميرات. اللي عملها دكتور او ممرضه صح؟ للاسف الكاميرا الاعترانيه المركزه كانت عطلانه. ايه؟ ايه يا كريم عطلانه؟ يعني ايه؟ يعني ايه عطلانه يعني؟ يعني ايه عطلانه؟ تهدى تهدى. اهدى يعني ايه؟ لا ده كل دكاتره المستشفى وشفت الليل كله بممرضينها بعمالها هيبقوا عندي النهارده بما فيهم انت. انا معلش يا دكتور هو عصبي شويه بس ده من ضغط الشغل.